الجميل اللي شفته. النقاش يدخل حالك انت. النقاش خله بينك وبينك، اي شيء تشوفه مو في الجروب. خاصة العتاب. خاصة العتاب، سلام عليك. يقول الرفيز انجاد بحسبة اخو. تصدى لا عد عده، هذه بصدى لازم تكون. اي اسلم. عده يا ابو ابراهيم. يقول الرفيز انجاد بحسبة اخو. سلام. والاخو بالجود ما يحسب رفيز. سلام. الاخو لاخوانه بحسبة ابو. الاخو لاخوانه بحسبة ابو، والابو طبعه على عياله شفيق، الجسد واحد وهم كم من عضو، يتداعى البعض في ضر وضيز، إن شك الأوجاع لو جاعه شكوا باقي الأعضاء لين إنه يفيق، والجفل لو يسهر الليل سهروا، رجفة الخفاق منها جف ريق. ذكروهم يمكن لهذا نسوا أو تناسوا ماضي الوقت العتيق. سلام. يوم وقت الطيب في دار سكنوا، والخواطر ما بها حز وضيز، أكلهم لقمة ومنها مشبعوا، ولعبهم مع باقي الحارة فريق. عفوهم عن بعضهم كان غلطوا، والزعل فالهاوي الفج السحيق. فطنوهم يا جماعة وانصحوا، يمكن الغافل من الغفلة يفيق. وانعموا بأحبابكم واستمتعوا، لا يهون الود مع طول الطريز. اشبعوا من بعضكم واستعجلوا، خوف بغت الغرغرة ولا الشهيق. السلام يا أخي، ما شاء الله عليك، لا إله إلا الله. الله يجزاك خير. حكمة